نرجع ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركو ايه؟ فيديو جديد تاني مع احسن كبدة وسجق في مصر. الحلقة دي مبدئيا مزاجي فيها غريب، عايز اتفرفش، نفسي حاجة تيجي تبسطني. الكبدة والسجق من الاكلات المصرية الاصيلة جدا. الطبيعي ما بتتكلش من براندات، بتتكل مع عربية. كن صراحين مع بعض، تطلع بعد الجامعة بعد المدرسة انت واصحابك على عربية، كبدة وسجق، فلفل وطب يديها والصاروخ اكيد. ما عارفش طبعا ده سجق ايه ولا دي كبدة ايه، حمير بقى، غزلان، مش عارفين، بس بننبسط. الحمد لله وصلنا في مصر ان احنا عندنا براندات بتبيع كبدة وسجق، فدي حاجة حلوة. فالنهارده جبنا 5 براندات بتبيع كبدة وسجق بانواع كتيره. جبنا من كل براند كل ما يبيعه من كبده وسجق عندنا النهارده. حلو كده، وسكرانس في الاخر. من غير غير كتير نبدا باول براند معانا، وهو كامبا. فلفل، ايوه، ليمون، طعم، عنده حاجات كتير. ادخل معانا بالضيف الحلقه، يعني يا رب عندنا سبونسر يشد معانا في الحلقات الثقيله دي. ماشي، نفتح ده اكيد السكرانس. انا عشان خايف من البراندات ان هي يعني تعمل معايا الحركه الوحشه، جبت من كل سندوتش 2 عشان لو الحشو مش مظبوط، لو واحد خايش معايا كده يعني. نبدا بقى، بسم الله ما شاء الله، الدنيا كتير. اول ملاحظه باينه انه سندوتشات مليانه، باين جدا ان هو خادم سندوتشات، دي حاجه جامده جدا. نبدا بالكبده العاديه جدا. الكبده الاسكندريه عنده عامله 12 جنيه. اوكي، بسم الله. كبده حلو، كمون، كمون باين قوي، عيش حلو. انا متضايق قوي من الليمون جاي كده، بس على كل ده نص ليمونه ومش متغلفه، فدي حاجه الصراحه سيئه جدا. يعني الاكله دي اكله ليمون جدا، محتاج شويه ليمون جنبك، فالاوردر ده بشويه بشويه حلوين يعني. فكون انه اصلا ما فيش ليمون كويس، فده مش حاجه، مش يعني اعتبر ان عندي ليمون، معلش ليمون في البيت، اعتبر عندي كده، اعتبر ان مثلا ده صوص، ده الصوص بتاع الاكل، لازم يجي معاه زي الفلفل يعني. الفلفل لحد ما تمام شغال يعني. ككبده لذيذ جدا شغال. ندخل على الكبده المشوي، بسم الله. حلو، خش عجبني الصراحه، جامده، فيها سبايسي كمان. دي ب 17 جنيه ككبده مشويه، حلوه كواليتي كبده، اكلت احلى بشكل عام، بس كويسه، كويسه جدا جدا يعني. ندخل بقى على السجق، جايب هو 4 انواع سجق. نبدا بالسجق الشرقي، تمام. الشرقي عنده ب 12 جنيه. اوكي، انا لسه مش عارف الاسعار دي بالنسبه للبراندات دي كتير ولا قليله، هيبان لما نقارن طبعا. ندخل في الطعم، بسم الله. هو من ريحته مش لذيذ اصلا، فمش ذوقي خالص. ممكن انا ذوقي في السجق ده مش هو، انا مش عاجبني، صعب. انا عايز اروق والله، عايز اعمل دماغ اكل، فلسه مفيش حاجه جت اللي هي خطفتني الخطفه دي، محتاج والله محتاج. ماشي، نروح على اللي بعده، بسم الله. السجق المدخن، مدخن بنفس السعر 12 جنيه برضو. ده متفائل بيه، ريحته حلوه، بحبها مدخن قوي، حشيه حلو يعني، حشوه محترمه مظبوطه يعني. سندوتش يزعلك، سندوتش يبسطك، انا احب الكلام ده. في كده حبات فلفل اسود جوه تكيف، ده من احلى حاجه كانت عنده النهارده. كامبا السجق المدخن بتاعه حلو والله، فاجئني. لا انا انبسطت صراحه، هو يبقى سبايسي شويه كمان يبقى تحفه. ماشي، ندخل على السجق المشوي. السجق المشوي ده ب 20 جنيه، بسم الله. رجعوا لي المدخن، رجعوا لي المدخن. هو حلو بس متواضع جدا. هو اللي قفلني قوي هو كان الشرقي العادي، ده كويس، المشوي كويس مش وحش، بس الصراحه كسعر لا كتير، 20 جنيه على السندوتش ده كتير ومش مميز يعني. انا يعني لو مدخن هو عجبني قوي فممكن ازلطها. يا عم حلو جميل عجبني شويه كده يعني. اوكي، انا برضه في الايام كنا ناكل السندوتش بجنيه واتنين جنيه. خلاص خلص الكلام ده، 20 جنيه ايه بس، عشان برضه محل وبراند يعني شغال. ماشي، انا الى الان مش هرشح حاجه بوم الا المدخن، يعني متاكد ممكن الاقي مدخن عند حد تاني اعلى، بس برضه تمام. نروح بقى على المفروم، اسمه مفروم كهرباء، عامل 15 جنيه كهرباء. حاطط بهارات غريبه الشكل، سبايسي شويه، بهارات غريبه قوي عليا الصراحه، مش قادر احدد ايه دي، بهارات لاسعه. فتجربه كامبا الصراحه كويسه كاسعار، زي ما قلت هرشح من عنده قوي السجق المدخن لحد ما كويس، الكبده عنده الاثنين كويسين، السجق هو المدخن بشكل كبير، الباقي فكسانين شويه. حلو كده، ندخل على السكرانس. انا اول مره اشوف حد يقدم سكرانس بقطع التفاح. هو السندوتش ده عباره عن قشطه، باين طبعا قشطه كويس جدا، هي بيضه ناصعه البياض، وعسل مغرق شويه عسل الصراحه بس مش قوي، وحلاوه وتفاح. انا الصراحه ما اعرفش مين بيحط تفاح، ده حاجه غريبه جدا. اعرض سندوتش فيه، كنت بقول ملوخيه، اعرض سندوتش فيه حلاوه، بسم الله. طري عليا طري، حلو ده. هو اداني انبسطت بس ثمنه زعلني، ثمنه ب 20 جنيه يعني. لا هو حلو، والقش طعمها حلو، العسل جميل، والحلاوه طعمها نظيف يعني. هو سندوتش جميل بس 20 جنيه. هنقارن اسعار في الاخر زي ما قلت لما نوصل لحاجات ثانيه، نشوف هل ده فعلا بيلعب لوحده في حته ثانيه ولا كلهم كده. انا عايز اجرب التفاح معاهم، انا مش فاهم ايه حته التفاح دي. بيقول حلوه. بصوا انا مش من عشاق التفاح، باكله كل حاجه بس ما اطلبوش يعني، مش اروح انا نفسي اكل تفاح صراحه. ممكن التفاح الاخضر اطلبه الصراحه قوي، هو مستعمل الصراحه مكونات نظيفه الصراحه، ما اقدرش اقول عكس كده. ممكن اشق في السجق لكن الباقي كويس، بهزر يعني. كامبا عامل شغل حلو، نروح اللي بعده.
عايز المنوفي ده جايب سلطه خضراء ومعلقتين لا اكيد السكالانس السلطه دي ببلاش نفتح بقى البوكس جايب بوكس شغل نظيف يعني انا لا انا عاجبني الرصه الصراحه يعني رصه محترمه فاهمين بيبرزنت نفسه صح حاجات جنب بعض بوكس نظيف زي ما بقول لكم دي حاجه المقارنات لما تيجي تقارن هي الحاجات دي بتبان لما بطلع بره ما بقدرش طبعا يعني اعرف الحاجات دي قوي لما تحطهم جنب بعض الموضوع بيفرق كميات كويسه الصراحه يعني شغاله نبدا بالكبده هو مفيش غير كبده واحده هو عنده كبده طحينه فيها فلفل ب 10 جنيه كل حاجه انا ب 10 جنيه يعني موحد السعر كله 10 معنى كده دلوقتي انه كامبا مزود شويه حلوين بس نشوف بقى الكواليتي بسم الله حلو مستعمل طبعا كبده غير كبده كامبا خالص ده في سكه ده في سكه ثانيه خالص دي كبده مفرومه شويه كامبا كان مستعمل كبده كده حاطط طحينه بس مش متوزعه كويس حاطط فلفل حراق كويس طبعا هما ما جابش ليمون ما جابش قرون فلفل خالص بقى سلطه خضراء ماشي بس انا عايز ليمون وفلفل مش سلطه طماطم وخيار يعني ماشي ككبده كويسه اللي جاي بقى كله ايه سجق نبدا بالسجق الشرقي ده بقى 10 جنيه بسم الله عليه طحينه تتبيلته الطف بكتير من كامبا طحينه عامله شغل تتبيله مظبوطه بس انا مش كيف سجق شرقي الصراحه مش ذوقي انا احب انا الحاجات التانيه ندخل على السجق المدخن اللي برضه 10 جنيه كويس برضه سجق مدخن حلو سجق مدخن فيه طحينه وفيه فلفل حراق وفيه طماطم بس ما فيهوش ايه الفلفل الاسود الباين قوي كده برضه متواضع انا الى الان الدنيا ماشيه معايا في اللذيذ يعني على حسب على سعره اللي انا شفته مثلا من كامبا فلا ده كويس شغال ما فيش حاجه بتهت معايا بس في نفس الوقت لذيذ كده مش بقى غير المفروض بسم الله نفس كل حاجه هما يعني موحدين الموضوع بشكل كبير جدا طحينه فلفل سرانشات تتبيله قريبه جدا من بعض تتبيله المفروم جامده شويه توم فيها باين قوي وبتاع بس حلو ماشي مفيش حاجه ابهرتني في عز المنوفي غير سعره نروح في السكالانس حلاوه كتير قشطه تحت وعسل بسم الله ده في تحت مربى كمان هو الصراحه مش زي كامبا كامبا لما كتر قشطه قوي كانش في مربى حط عسل ده مشكلته حاجتين اول مشكله بالنسبه لي نوع الحلاوه نفسها مش عجباني مش رديق بس مش النوع انا بحبه او ممكن يبقى اقل شويه كده يعني تاني حاجه القشطه مش كتير انا بحب القشطه بقى كتير بالعكس بتطر جدا على القلب اكتر من حلاوه بكتير جدا بس مربى برده عامله شغل بصراحه بس ده معناه انا اخد سندوتش كامبا ب 20 جنيه ضعف الثمن لا برده كتير بس من غير اسعار هاخد بتاع كامبا تجربه عز المنوفي تجربه متواضعه جدا ماشي حلقه تقيله فيها تفاصيل كتير بس كيفت الكبده والسجق هينبسطوا بيها انا عارف نروح اللي بعده المق جاب ليمون كتير الصراحه بس يا جماعه يا ريتني نعامله معامله احتراما اكتر من كده الليمون جاب ليمون كتير فعلا ما شاء الله ثلاث ليمونات المكان ده جاب معانا سندوتشين بس واضح ان هو مش مبشر بالخير ليه مش مبشر بالخير عشان ده مستعمل بصل صحي انا الصراحه البصل ما فيش عشره ما بيننا البصل كده بحب اكل البصل عادي اللي هو في الاكل الطبيخي عادي بس يعني دي كده عداوه بغضاء بيننا طب احنا جبنا من عنده ايه جبنا من عنده سجق وكبده بس كان عنده حاجات تانية كفته وبتاع بس احنا مش عاملين حد للكفته فعاملين حاجه كبده وسجق بس فهو كان عنده نوع كبده ونوع سجق بس نبدا بالكبده الكبده ب 6 جنيه سندوتش متواضع جدا سعره حلو حتى كميته لحد ما سعره كويسه بسم الله حلو تمام تجربه مش وحشه يعني الكبده ب 6 جنيه ممكن تخدم اكتر من كده لو تخدم اكتر من كده بالسعر ده هتبقى تحفه انا حاسس ان هي الصراحه فعلا ممكن تتعمل يعني منها شغل حلو قوي تبقى حلوه التوم بتاعها مظبوط من اهم حاجات الحاجات دي التوم تبقى مظبوط بتاعها ما يبقاش فاقع قوي التوم فده جديد مظبوطه ك 6 جنيه حلو ما اعتقدش اي حد ب 6 جنيه في الحلقه دي ندخل على السجق ب 10 جنيه سندوتش طبعا مليان بصل يعني هو ايه طماطم وبصل بس انا ايه هاخد حته من غير بصل ايه لقيتها جواها بصل برضه بس التتبيله ريحتها حلوه يعني متبلها مع الفلفل الاخضر الموضوع لذيذ اقل سجق ضايقني كتتبيله مش اعلى سجق برده بس كتتبيله هو اقل سجق ضايقني في السجق اللي هو الشرقي ده او السجق الاسكندراني بس هو مش احنا ده كده عندنا كان سجق شرقي بالظبط ممكن تتبيله مختلفه بس فاهمين هو ده السجق اللي احنا كنا في حلقه شرقي هو مسميه اسكندراني مستوى متواضع صراحه سعر حلو جدا ما زي ما قلت ما اعتقدش في حد في حلقه يجي ارخص من كده بس مش متميز هتروح هتاكل عنده مثلا كبده وسجق ده انا شغاله ماشي والصراحه محترم جدا ان هو جايب ليمون كتير عشان زي ما قلت اول حلقه ليمون كتير ده هو اهم حاجه ممكن بس كان يتغلف بس هو بشكل عام انا محتاج الليمون كتير قوي هو الفلفل طبعا معايا في الحلقه فطبعا ده على سندوتشين ده حلو قوي 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 او يعني اربع ترغيفه ممتاز جود جوب نروح اللي بعده يوكل الصراحه باكجينج انا لسه فتحتش حاجه بس الموضوع باين هو اليجنت قوي يعني مش كبده وسجق هو كاتب حتى كبده اند سجق يوكل يعني حاجه نظيفه الصراحه تاسس 2015 تلاقي كل حد في الطبيعي كده 1800 مش 2015 بس يعني شغل جامد يعني ان شاء الله بعد عمر طويل كده يعني هيبقى فخور بان هو اللي هو عمله اي حد بيبدا حاجه يعني ده ايه ده السكالانس خالص والله يعني ده واحد صح كانه رغيف فكر ماشي
انا اول ما اشوف حد يعمل ده الصراحه. اوه لا عجبني 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 البراند. انا ما كنتش عنده قبل كده الصراحه يوكل. البراند جامد يعني حلو، في شغل في تجديد. حتى بتزرع كبده وسجق ليه؟ زيزو طلع لو شاف الكلام ده هيزعلنا كلنا. ماشي. طبعا هو برضو جايب يعني ايه نص ليمونه على كل الحاجات دي. ايه ده انا تعمل ليمون؟ شباب بص ايدك ليمون، بس ليمون. احنا بتوع الليمون. نبدا بالكبده. كبده يعني الساندوتش هو ده يعتبر ساندوتش مع بعض، كل واحد لوحده. عامل لقمه صغيره، والله لقمه حلوه جدا، انا مبهور باللقمه. ب 12 ونص مسكه العيش لوحدها حكايه. انا مبسوط بالعيش، مسكته حلوه قوي. ثانيه واحده حصل عطل فني. هو الواحد ده ب 12 ونص، سوري انا غلطت. يعني الواحد يعني ده كده ساندوتش. كنت مبسوط والله، انا كنت مبسوط، انا غلط مني. ده ب 12 ونص، انا قعدت امدحت في العيش ويعني مش عارف. ربنا يستر. بسم الله. اكسبيرينس حلوه. العيش ناقل الموضوع في سكة تانية خالص خالص. عيش مسكر بيدي حلاوة وطعم للأكل مش طبيعي. يعني لو الكبدة دي كبدة فيران هتبقى حلوة. ده الغرض من الموضوع ده، عمل سبورت حلو للبراند الصراحة. تتبيلت الكبدة حلوة زي الباقي، يعني هما تقريبا معظمهم تتبيلت الكبدة شبه بعض جدا، مفيش افتكاس. حلو. طبعا احنا برضو ما بناكلهاش سخنه جدا، الموضوع هيختلف. الحاجات دي انت كلها في ساعتها. بس 12 جنيه ده بقى اسمه السجق مشوي. اتنين سجقتين كده في العيش، عليهم طحينة ومستردة، معهم بصل متكرمل. حلو. المستردة ادت طابع حلو كده برضو. بصوا العيش تحفة، ومدي زي ما قلت اكسبيرينس في حتة تانية. بس كتير يعني العيش بالنسبة للكمية للحشو اللي جوه كتير، فهتقلل العيش شوية كحجم، يتكتر الحشو اللي جوه بحيث يبقى فيه توازن في اخر شوية كده، بحيث ان انا باكل عيش. الحشو اتبلع، العيش لسه موجود قاعد لنا جوه، فعايزين لازم نشوف الحل في العبار ده. ده برضو نفس السعر ب 12 ونص. ده اسمه سجق متسبك او سجق لوكس ب 15 ونص. ده سجق مفروم بقى متشوح بالصلصة وبتاع، عليه مستردة برضو. لذيذ ده. حلو. ده سخن قوي هيبقى عظيم. جربوه ده، ده جميل. كونسبت حلو. المستردة نقلت الفكره، يعني هي جديده بس انت الموضوع ده حاجه ثانيه خالص. ده حاجه جميله الصراحه. ماشي. السكانس بقى بتاعه 10 ونص، عباره عن قشطه وحلاوه. بسم الله. كامبا عظيم ب 20 جنيه، بس فرولك فرشولك قشطه تكفيك شهر قدام. فقير قوي السندوتش، يعني محتاج 10 ونص وحته قد كده. احشيلي بقى، اديني قشطه كتير، زود يعني ظبطني عادي جدا، اقل من العادي كمان. السجق اللوكس ده حلو. تجربه يوكل كله على بعضه مختلفه، مميز، حاجه شيك، عيش محترم. بس يا ريت نكبر السندوتش شويه او نقلل سعرها شويه، حاجه من حاجتين. انا عارف بس الموضوع صعب، بس يعني المنافسه صعبه يعني. بس انا مثلا في السجق اللوكس ده ما حسيتش مشكله الحشو، لانه السندوتش كان فعلا مليان التسبيكه دي، فمدياني طعم كويس. الباقي شغال. الكبده برده عاديه جدا، معظم الناس في الكبده عاديه، مفيش حد يعني او مميز قوي عن التاني قصدي. حلو جدا. نروح لاخر واحد معانا واللي ممكن يقلب موضوع الحلقه، وهو ابو رامي. ابو رامي جايب جرجير، جايب جرجير كتير وفلفل كتير. جابش ليمون بس جاب جرجير كتير. ايه ده؟ ماشي. احنا جبنا من عنده ست حاجات. مش عارف ابدا منين ولا منين ولا منين ولا منين. قبل ما يبدا باين قوي ان سندوتشات دي ممليه، يعني مليانه بشكل كبير. ماشي. نبدا بالكبده. عنده كبده عاديه ب 10 جنيه. حلو جدا. كبده عاديه جدا، قطعها حتت. السندوتشات ما شاء الله مدهنينه من تحت. كبدة فراخ، مش كبدة معاش اي صوص، معاش اي حاجة خالص، عادية جدا. انا بدور حاجة مميزة، بدور حاجة تبهرني تخطفني. عنده بقى كبدة اسكندراني برضو، بس دي بقى سبايسي برضو ب10 جنيه. بسم الله. دي متحبشة حلوة قوي، سبايسي دي مميزة. السندوتشات بتلمع من تحت كتر ما هي سبايسي. عايزين سبونسر، رحت جبت سبونسر هنا وجيت. ماشي. الكبدة الاسكندراني احلى بكتير من الكبدة العادية، فشغل عالي. ندخل بقى على السجق. عنده ثلاث انواع من السجق. اول سجق معانا هو السجق الصوابع، اللي هو السجق الضاني. هو مسميه ضاني، ما اعرفش مسميه ضاني. ده ب 12 جنيه. بسم الله. انا باكل من نص كده عشان اخد الهبره كلها، ما اكلش عيش من فوق اكتر. تبلته حلوه، توابلها مظبوطه، مش مضايقاني. حاطط طماطم معاهم. ندخل على السجق الاسكندراني ده ب 10 جنيه، حشي حشو برده كويس. ده اللي هو المدخن يعني. بسم الله. حلوه. سبايسي، فيها فلفل اسود، ممتازه، حلو قوي. ده يترشح بشكل كويس. اسكندراني مدخن ده حلو، هو كده الاسكندراني يعني عنده حلوين قوي قوي. ماشي. ندخل على السجق المفروم. بص حشو قد ايه، كتير جدا، حشو محترم. ده هو مسميه عنده سجق بلدي، معرفش ليه. ده برده ب 10 جنيه. متحبش كده بس مش فضله قوي يعني. هو على سعره حلو، على كميته حلوه، كويس. اللي عاجبني فيه ان العيش بتاعه لحد ما كويس جدا. ابو رامي العيش عنده حلو، يعني يعتبر من العيش اللي جاي كويس في الحلقه، ودي حاجه بالنسبه لي جديده. اسعاره حلوه، سجق اسكندراني عنده حلو، كبده برده حلوه جدا. ندخل على اخر حاجه معانا وهي السكالانس. السكالانس عنده 15 جنيه، قشطه وحلاوه عسل ومربى. بسم الله. قشطه باين ان هي كتير، دي حاجه حلوه، ده اللي مطلوب. اهو ده ارخص من كامبا وحلو برده. ده حلو، قشطه حلوه.
مش بس كده، كامبا ما كانش حاطط مربى، ده حاطط مربى كمان وارخص، وحاطط قشطه كتير ومقلل الحلاوه. بالنسبه لي دي حلوه، القشطه هتطري اكتر من الحلاوه، الحلاوه تبقى موجوده اه بس مش هي الاكتر يعني. حلوه شكلها عنده. تجربته برامي من التجارب الحلوه اللي جت النهارده، جوده وسعر. تعالى بقى نلخص كل الكلام ده. خلينا الاول قبل ما نرتب المطاعم ارتب لكم هاكل كل سندوتش من فين. حلو كده. لو كبده بشكل عام كمبا، كبده اسكندراني، كبده بقى اللي فيها التوم والفلفل والحراق وكده، ابو رامي عاملها حلوه قوي الصراحه، والكبده المشويه عند كمبا حلوه برضو. السجق المدخن بقى ابو رامي وش، وبعده كمبا. اما بقى السجق اللي هو السجق العادي ده الشرقي، سميه زي ما تسميه بقى، فهو ابو رامي برضو تتبيلته حلوه ويوكل عاملها بشكل حلو. السجق المفروم بقى يوكل، وبعد كده ابو رامي. يوكل عامل السجق المفروم ده مسبكه تسبيكه بنت لذينه، ابو رامي برضه عامل شغل فيه حلو جدا جدا الصراحه. اخر حاجه السكالانس، السكالانس عند ابو رامي مظبوط وسعره كويس، وبعد كده عنده كامبا غالي بس برضه عامل فيه شغل حلو جدا جدا. ده كده من ناحيه كل حاجه. انا طبعا حاولت افصل لكم الدنيا شويه. نيجي بقى للمطاعم. بالنسبه لي ارشحهم كالتالي: ابو رامي، بعدين كامبا، بعدين يوكل، وبعدين عز المنوفي، وباخر واحد المقا. برضه مفيش حد فيهم ضايقني يعني. انا بالنسبه لي الترتيب ده عباره عن انه عادي كويس لحد حد كويس يعني ابهرني فعلا. ابو رامي اللي عجبني فيه ان هو اسعاره حلوه ومديك كميه وكواليتي كويس. كامبا اسعاره مش رخيصه بس حاجته كويس. يوكل كونسبت مختلف بيجدد، اروح له كتير صراحه، اروح له اكتر من الناس دي. هو مشكلتي معاه ان هو سعره على كميته مش مظبوطين، بس هو بيعمل حاجه مختلفه وانا الصراحه بحييه جدا. عز المنوفي تجربه عاديه قوي، اسعار حلوه طبعا بالنسبه للي في السوق دلوقتي. انت معدي من جنب وعايز تاكل وسجق في السريع تنبسط، مش هيقول لا. المق نفس الكلام بالظبط، برضه حاسس ان هو في نفس الرينج يعني زي عز كده. بس ده رايي المتواضع. حاولت افصل لكم الدنيا قوي، عارف حلقه تقيله، بس قلنا لازم نفصل الموضوع قوي يبقى الموضوع دسم. ممكن نظره الشخصيه، ممكن ذوقك زي مش زي، دي حاجه ترجع لك. انا حاولت ابسط لك الدنيا قوي وانت اختار اللي انت عايزه يعني. بس كده ما حاجه عجبتكم. انا عارف انتوا مش متعودين على مفيش تلات وكده، بس هنعمل ايه لحد ما ربنا يسهل. زي ما قلت السنه حلقات رمضان حلقات جامده جدا من صار الفتره دي، حاجه محترمه. اكيد لو عجبتك الحلقه اعملوا اشتراك في القناه وفولو على الفيسبوك وفولو على الانستجرام. بس كده كان معكم عمرو شريف من قناه عمرو شريف. واه قول انت بقى سلام.